ياه، اللهم طولك يا روح، يا رب ما تبقاش طلبات تاني. الو، ايوه يا حبيبي، ايوه انت وحشاني قوي. ايوه انا في المول اهو، خلاص خلاص بجيب الاجهزه اللي قلتلي عليها. خلاص فاضل كام يوم على فرحنا يا حبيبي. ايوه ايه، نسيتي حاجه؟ قوليلي قوليلي يا روحي قوليلي. ايه، ساندويتش ميك اب؟ ايه ده، هو الميك اب بيتحط في سندوتشات؟ اه ساندويتش ميكر. اه، دي مكنة سندوتشات، يعني بتعمل سندوتشات يا روحي. هو الاكل يبقى ليه طعم من غير ما يتعمل بايدك؟ ده انا متجوزك عشان تعملي الاكل بايدك. لا لا، ملهاش لازمة، دي ساندويتش ميكر. ايه، خلينا في الحاجات المهمة. ايه ناقص تاني؟ ايه، ايه مكنة قهوة؟ صحابك جابوا مكنة القهوة؟ ثواني كده، حمادة انت بتعمل قهوة في ايه؟ بيقول لك في كنكة يا حبيبي. ايوه انا على طول عمري انا واصحابي بنعمل قهوة في كنكة عادي. طب خليها دي مش مهمة. طب خلينا في الحاجات المهمة خلاص، عشان فاضل كام يوم على الفرح. ايه ايه ايه، مايكرويف؟ لا، احنا اتكلمنا في الموضوع ده 100 مرة، المايكرويف ما يدخلش بيتي يا حبيبي. لسه قاري عنه مقالة من كام يوم، بيقول لك بيطلع اشاعات وبيأثر العمر وبيأثر الصحة. ايه، مش هتتجوزي من غيره يا روحي؟ ما هو حتى لو جبناه مش هنتجوز، بيقول لك بيأثر على الصحة. يا خلاص مصرة، براحتك بقى، كويس انها ما رحتش المول. يلا سلام حمادة، واحد قهوة ماما. مساء الخير. المايكروويف هو واحد من اهم الاختراعات اللي خرجت لنا في اخر كام سنه، وقدر يثبت نفسه بجداره عالميه، ورغم كل الاشاعات اللي منتشره عنه الا اني متاكد ان معظمكم عنده مايكروويف في البيت. وبما انكم حبايبي، قررت اعمل لكم فيديو عن المايكروويف عشان محدش يخاف منه. جرب كده تقوم معايا وتلف حوالين نفسك زي ما هعمل كده بالظبط. شويه شويه علينا لا مؤاخذه لا مؤاخذه، قصدي تلف كده. لو جربت تلف كده لمدة دقيقة هتحس ان انت بدأت تتعب، ولو كملت كده لمدة دقيقتين هتلاقي ان انت بدأت تتعب وتدوخ، ولو انت بقى جامد وعرفت تكمل كام دقيقة كمان هتلاقي ان انت بدأت تتعب وتدوخ وحرارتك بدأت ترتفع. ربنا يكون في عون الراجل بتاع التنور. ما بالك بقى لو بدأت تلف حوالين نفسك نص لفة يمين ونص لفة شمال، انا متأكد انك هتتعب اسرع وحرارة جسمك هتعلى اكتر واكتر. هو ده بالظبط اللي المايكرويف بيعمله. وانا بتفرج على ماستر شيف خدت بالي ان الاكل بيكون فيه مكون اساسي، يا اما الدهون يا اما الميه يا اما الاثنين مع بعض. المايكروويف بقى عشان يسخن الاكل بيطلع موجات كهرومغناطيسيه، بحيث ان جزيئات السوائل اللي في الاكل زي الدهون او الميه تبدا تلف بسرعه حوالين نفسها. لا ومش اي لفه، دي نص لفه يمين ونص لفه شمال. لما كنت بتلف حوالين نفسك كنت بتلف قد ايه؟ لفه لفتين في الثانيه، ويا دوبك هما كام دقيقه وتعبت. المايكروويف بقى بيخلي جزيئات السوائل اللي في الاكل تلف بسرعه 2.5 مليار لفه في الثانيه، وهو ده اللي بيولد حراره ويخلي الاكل يسخن. الطبق بقى اللي في المايكروويف اللي بيقعد يلف حوالين نفسه مش هي دي اللفه اللي مقصودها. الطبق ده وظيفته بس ان الموجات اللي بتطلع تتوزع على الاكل بشكل مستمر. يعني لو حطيت الاكل في المايكروويف من غير ما الطبق ده يلف هتبتدي تلاحظ ان في اماكن في الاكل بتسخن واماكن تانية لا. عمرك بقى فكرت ليه ما ينفعش نحط معادن جوه المايكروويف؟ او عمرك شفت لو حطيت معدن جوه المايكرويف هيحصل ايه؟ زي ما انا لسه قايل لكم، المايكرويف بيسخن جزيئات السوائل اللي في الاكل. جزيئات المعادن بقى مختلفه شويه عن اللي موجوده في الاكل. جوه الجزيء بتاع المعدن في حاجه اصغر منه اسمها الكترون. الالكترونات دي بقى قدرتها على الدوران اسرع بكتير من جزيئات الاكل. ناس كتير بقى بتسال، هل الموجات او الاشاعات اللي جوه المايكرويف دي ممكن تبقى مؤذيه للانسان؟ هي الموجات دي ممكن تبقى مؤذيه للانسان، بس دي في حاله انك تتعرض لها. الفكره ان المايكرويف معمول بحيث ان الموجات دي تفضل جواه وما تخرجش بره، عشان كده باب المايكرويف مش شفاف. لو بصيت فيه هتلاقي فيه حاجه شبه الشبكه، الشبكه دي بتمنع خروج الموجات من المايكرويف. فبكده اطمن، طول ما المايكرويف عندك سليم وما فيهوش اي كسور، الموجات بتاعته مش هتخرج منه ومش هياثر على صحتك ولا حاجه يا سيدي. في يوم بقى كنت قاعد بالليل جعان، فقلت ما تقومي ولا تعمل لك سندوتشين برجر في المايكرويف.
وكنت لسه عامل بحث عن مايكرويف وعرفت انه ممكن يسوي البرجر كده في ثواني. اللي ما خدتش بالي منه بقى ان لما بنيجي نسوي الاكل على البوتاجاز الحراره بتتنقل للاكل من بره لجوه، فمن بره بيبقى مقرمش ومن جوه طري، لكن المايكرويف بيسخن الاكل كله في نفس الوقت، فبالتالي عشان بره يبقى كرانشي من جوه لازم يبقى كرانشي. طلعت البرجر من المايكرويف متفحم، قعدت على الكنبه حزين وجعان، مسكت الموبايل في ايدي واتفرجت على الحلقات اللي فاتت واتنيت الحلقات الجايه وكتبت رايي في الكومنتات. ما تنسيتش اللايك والشير. سلام عليكم.